بسم الله الرؤوف الرحيم. من الصعب على شخص في وضعي وظروفي وارتباطاتي الأخرى أن يتواصل مع واقع ما يحدث في بلادنا، بدون أو من دون أن يحس بالمسؤولية الأخلاقية على الأقل. وقد يتجاوز الأمر المسؤولية الأخلاقية إلى المسؤولية أمام الله أولاً، وأمام نفسه، وأمام عشيرته، وتتدرج. وفي شخص مثلي حضر إلى هذه البلاد مطارداً مطروداً، وعاش في زهرانيها لاجئاً في بلد مثل السودان، عاش وما زال يعيش حربا أهلية استمرت أكثر من 60 عاما، يصبح الحديث عما يحدث في البحرين لا يمكن تجاهله ولا يمكن التهويم من شأنه. البحرين بلد صغير جدا بالنسبة للسودان، وأنا دائما أقول للناس يعني تتحرك عشيرتي في مساحة على الأقل 30 ضعفا لمساحة مملكة البحرين بكاملها، ولكن المساحة لا تعني والعدد لا يعني. قيمة الالتزام هو واحد. وعندما وجه لي جلالة الملك رسالة بأن مالك ومال البحرين، يعني أنت عندك دارفور يعني، فكان ردي الموثق حينها في سنة 2006 أن حرصي على أن أتحدث، لأني أعلم وأود أن لا تصبح البحرين مثل دارفور. كان ذلك في عام 2006 في لقاء مع الكوثر، وأعتقد موجود على النت يعني. لأن الناس لا يعرفون بأن ما حدث في دارفور لم يحمل أهل دارفور السلاح، ولم يدخلوا في هذه الحرب المريرة اللي احنا شايفينها الآن، اللي وصلت محكمة الجنايات الدولية بين ليلة وعشاها وضحاها، ولكن هو عبارة عن عملية مستمرة، ليس من التهميش، لأن التهميش في تقدير هو عملية غير مباشرة لاختلالات تنموية وغيره، ولكن للاستبعاد، الإكسكلوجن. كلمة الاستبعاد مهمة جدا هنا. فما يحدث كان في دارفور وما يحدث الآن في البحرين هو استبعاد وليس تهميش، بمعنى أن كلمة الاستبعاد هي الهدف والاستهداف والقصد والتخطيط لإبعاد مجموعة من المواطنين من مسار العمل العام أو من الحصول على حقوقهم المادية والمعنوية من انتمائهم لأي شعب أو لأي أرض. ولعل ما يربط بين دارفور والبحرين هذه الكلمة، مفهوم الاستبعاد، وقد يحولها البعض الآخر إلى كلمة الاستعباد، الانسليفمنت. وفي الحالتين اكسكلوجن ولا انسليفمنت، استبعاد أو استعباد، ويعني أن هنالك علاقة تتعلق بالقوة وتعمل على إعادة صياغة الهوية وقدرة الناس على التمتع بحقوقهم كمتساوين كمواطنين وكأعضاء مجتمع واحد، لهم ما عليهم ولهم أيضا الالتزامات اللي بتاعة المواطن. ولكن الآن بعد مرور 3 سنوات من الانتفاضة أو الثورة أو الحراك، سميها ما شئت، فأهل البحرين إلى الآن لم يتوصلوا إلى كلمة واحدة لتوصيف ما حدث. ولكن إذا سميت انتفاضة أو ثورة أو عصيان أو حراك، هي في النهاية لا يختلف أي إنسان إن ما حدث في البحرين هو مرحلة متقدمة بكل المقاييس في المطالبة
بالحقوق وفي مواجهة العسف والاستبعاد الممنهج الذي مورس لسنوات طويلة. ولكن في إطار هذا الحدث في 14 فبراير وما بعدها حصل فرز كبير جدا في إطار الواقع البحريني في تقاطعاته الإقليمية والدولية على جانبي المعادلة، إذا كان في جانب الحكم أو في جانب المعارضة. في جانب الحكم والموالاة تدرجت المواقف بين الذين حرصوا على الحفاظ على البحرين التي يعرفوها وعلى الذين أرادوا أن يذهبوا بالبحرين في الاتجاه الذي نعيشه الآن. وفي المعارضة اختلفت الدرجات ومستويات المواجهة بين الممانعة والمسايرة. وكلمة مسايرة من الصعب يعني أن يقبل إنسان، ولكن هي محاولة المعايشة مع الوضع الراهن ومحاولة التعامل مع الواقع أيا كان نوعية هذا الواقع، هل هو مرير، هل هو صعب، هل هو مقبول، هل هو يمكن يعني تفسيره في إطار ما يسمى بفن الممكن. السياسيين يعني عندهم يعني هوس بكلمة فن الممكن يعني، ولكن كلمة فن الممكن في حد ذاتها هي كلمة خارج نطاق البث المباشر لشعوب المنطقة ولإنسان يعني أصله في بلد مستمر في حرب لمدة أزيد من 50 عاما، سوداني زي يعني يعرف معنى هالشيء. وأنا أجلس أمامكم هنا وبدون مبالغة، مثلي ومثل عشرات السودانيين في عمري، ما من سوداني إلا فقد أخ أو أم أو أب أو عشيرة في حرب استمرت 50 سنة، وحرب حرب يعني مش حرب يعني على مستوى الحراك أو الانتفاضة اللي في البحرين، لا حرب بمجندين بيطلعوا. أنا كنت في الجامعة، عشرات من زملائي تركوا مقاعد الدراسة والتحقوا بالحرب الأهلية يعني، ومنهم عشرات ماتوا، ومنهم الآن عشرات في المنافي، ومنهم عشرات في النظام الحالي على جانبي الصراع يعني. ولكن لا يمكن أن نتحدث اليوم عما يحدث في البحرين إلا وأن نحاول أن نستدرك ما حدث من أول أمس في شوارع أو عاصمة في كييف في أوكرانيا. الحدث هذا في أوكرانيا بكل تداعياته يعمق من مسؤوليتنا كلنا أهل البحرين أو أشخاص الذين ارتبطوا بذلك الوطن يعني، من المسؤولية. لأنه احنا عايشين في الغرب هنا وشايفين آليات التعامل وازدواجية المعايير ومحاولة يعني تفادي استخدام نفس المعايير للتعامل مع أوضاع هذا أو ذاك، وتابعوا وشوفوا إيه اللي حصل. وزي ما أنا قلت في مجلس اللوردات يومها إنه ليس من الأخلاقي بأي شكل من الأشكال، لأنه إحنا نقارن بين معاناة الشعوب والأفراد، لا يمكن أن نقارن بين ذلك. ولكن بنحاول دائما أن نقدم للناس شكل من أشكال الصورة اللي تقرب عليهم الحدث وتخليهم هم يتفاعلوا معه بانتباه واهتمام. وعندما قلت إنه أنا إذا نظرنا بالنسبة لشعب تعداده ما زال في حدود 500,000 زيادة أو نقصان، أن يفقد 100 قتيل أو شهيد وأن يفقد 10,000 4,000 وشوية يعني وظائفهم، وأن هنالك حوالي 2,000 أسير وعشرات إلى الآن لم تطلع أي إحصائية عن عدد المصابين، وعشرات من شباب البحرين الزاهر اللي يذكروني بشبابي يعني عندما حضرت إلى بريطانيا في عمركم، للشباب اللي جالسين يعني هاربا من أتون الحرب، بيخليني أتكلم مع الناس بهذا ما قلت في مجلس الوردات، محاولة تقريب الصورة. عندما تتحدث مع شخص في وزارة الخارجية البريطانية لا تتحدث عن 100 شهيد أو 4,500 مفصول عن العمل أو 2,000 معتقل، ولكن تقول له إنه والله أنا يعني عايزك أنت تكون قاعد في موقعي وتتصور أن هنالك 1.5 مليون بريطاني فقدوا حياتهم ووظائفهم، هذا هو من المجموع. ماذا يحدث؟
إذا نحن عملنا نسبة بين شعب البحرين وشعب بريطانيا،